مشاهدينا السلام عليكم. في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشره من مدينه المحمديه وبالضبط من تقريبا شانتي الجموع سابقا ياك. الموضوع ديالنا هو بطبيعه الحال شانتي الجموع ما بقاش ولا هنا الجزيره، او كاين واحد السوق نموذجي اللي تكتمل تقريبا هذه واحد 4 سنوات وباقي لحد الان. حنا غادي نهضروا في هذه القضيه وباقي لحد الان ما استافدوش منه التجار. معنا واحد من التجار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شحال من عام انت كتمارس التجاره؟ وراه مده 33 سنه تقريبا ولا 34 سنه. 33 كتحطوا حدا التسويقه هذه ديال السوق النموذجي؟ دابا كانوا منعونا، كنا كنحطوا لتحت، كانت عندنا جوطيه لتحت، كنا شويه قال لك فاش ملي كانوا حيدوا الباعة المتجولين درنا وقفه، كانوا طلعونا هنا قال لك قاد هذه البلاصه، فاش ملي قادينا ما خلوناش ندرقوا تاع الشمس. وانت كتشوف السوق كما هو كيداير، كله مشتت. وهذا السوق هذا النموذجي هذا مده 4 سنين دابا. مده 4 سنين دابا وهو مسدود، ما فهمناش حنا كاع اصلا علاش مسدود. كيقول لك كاين شي مشاكل فيه، ما عرفناش شنو هو نوع المشاكل اللي فيه. وبقينا حنا دابا معلقين، لا استفاده لا والو. السوق هو كيفاش كتشوفوا كله هو ازبل، هادشي كامل راه ديال البرد، وداك الميكا اللي كيهز البرد وداك الشيء كامل بقات كتجمع تما، راك هو عامره ازبال. حتى الكرياج ما بغاوش يطلعوا فوق التروطوار، حتى الكرياج ما بغاوش يطلعوا لنا فوق التروطوار، قال لك امر من العماله ما عرفناش. وهذا كناشدوا كاع المسؤولين هذا ياخذوا بعين الاعتبار هاد الحاله اللي كنعيشوا فيها حنا، راه حشومه هذه. يعني انا كنلاحظ انا بحال انسان كيحكم علينا بالتهميش باش يعطي واحد الصوره غير مشرفه لهاد الباعة. يعني انا كاين تهميش، كاين الايمال، هانتوما كما كتشوفوا كل الحاله كلها ازبال، ما كاينش كاين لا نظافه لا والو، والله يصور. وكاين ناس بزاف التجار هما كيف كتشوفوا، كنتو كتشوفوا راه السوق راه كاينين الناس تجار وما بغاوش ينظموا لنا هاد الشيء، ما عرفناش علاش. دابا 4 سنين هو بحال هكا، 4 سنين دابا هو مسدود. دابا حنا طلعنا دابا مده عام، مده شي عام دابا وشي حاجه باش طلعونا حنا هنا، باش بدينا كنفرشوا هنايا وتا درنا واقفه قدام العماله وداك الشيء باش طلعونا هنا، ولكن راه ما عطاونا حتى شي بلايصه حتى لك بحال المتشردين. لا فرق بيننا وبين المتشردين الا النوم. بغيتوا تستافدوا حسن انتم، حتى حنا بغينا نستافدوا. ما حقناش حنا نستافدوا، حنا ولاد البلاد وهذه، وراه كتشوف الناس ضايعين في هذه البلاد هذه، راه ما عندنا شي حاجه، ما كنعرفوا نديروا حتى شي حاجه من غير البيع والشراء. شحال مسدود؟ راه مدة 4 سنين دابا هو مسدود. عمرو جاو دابا كنت تما حسا كانوا حسا هو اللي فاش ملي كنا درنا الوقفه كانوا دارنا حسا، راه الليست ديالنا باقا كاينه في المجلس وكاين عاد الباشا، ولكن راه باقي ما كاين والو. السوق هو كيف كتشوفوا باقي مسدود وحنا بقينا معلقين هكا. حتى واحد من الاعضاء ديال الجماعه كيجي هنا؟ واه الساعة ما جينا حتى شي واحد، باقي حتى واحد ما جا عندنا. واخا انا غادي نتكلم، سير جا شي واحد السوق. الله يوفقك. شنو المشاكل؟ المشاكل حتى السوق كيولا فتحوا خسروا عليه ماليات طائلة، وحتى هو عامر بالزبل، ما مستافدين منه ما والو. شوف تيجيو السكيري هنا تيشربو، تيجيو متشردين هنايا، شاو عامرة بالزبل. هادي ماشي هي المحمدية اللي تنعرفوها. هادي رئيس رئيس الجامعة يجي يشوف من حالة الدراويش هاد المتجولين، ولاو بحال مشبوهين هنا، ولاو بحال مشبوهين. تحت شي بياسة ما مشبوه فيه. السوق هو كيدير، السوق خسر عليه اموال طائلة، وهو شو عامره بالزبل وبالكلاب ضاله، راه الكلاب ضاله كلشي. شكرا. اذا نبقاو معنا مشاهدينا في هذا البث المباشر، وغادي نوريكم الحاله الكارثيه اللي كيعيشها هذا السوق هذا. هانتوما كما كتشوفوا بالصوره شوف، لا 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 لا، هانتوما كما كتشوفوا. كنتمنوا الجهات المعنيه، كنتمنوا الجهات المعنيه انهم يحلوا هاد الاشكاليه هذه. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر. هانتوما سوق كبير ومهمش.
تلقاو معنا في هذا البث المباشر. موضوع اخر انتم كما كتشوفوا هذه الاسبال، شوفوا اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر. انتم كتشوفوا الاسبال المحيطه بهذا السوق هذا، انتم كما كتشوفوا الحال هذه. هذا موضوع اخر على الشركه ديال النظافه بمدينه المحمديه اللي كما كتشوفوا حي سكني كبير بجانبه عدد كبير من النفايات. اذا هذه هي المحمديه. اذا كنطرحوا السؤال في هذا البرنامج هذا، شكون هو المسؤول؟ بغينا نعرفوا شكون هو المسؤول على هذا الشيء اللي وصل ليه مدينه المحمديه، وهذا الشيء غادي وكيتكاثر. هانتوما كما كتشوفوا الحاله الكارثيه بمدينه المحمديه. اذا باش نذكروا المشاهدين ان مدينه المحمديه الشعار ديالها بطبيعه الحال وطنيا وهو المحمديه مدينه الزهور. اذا ها انتم كما كتشوفوا هذه الزهور اللي كتستقبل بها مدينه المحمديه الزوار ديالها والسياح ديالها. بطبيعه الحال هذا موضوع اخر، الموضوع الرئيسي ديالنا وهو السوق النموذجي اللي ما تفتتح، اللي ما تحلش في وجه التجار اللي باغين يستافدوا منه. نوريكم من جديد هذا السوق هذا. اذا انتم كما كتشوفوا هذا هو السوق النموذجي، ما يسمى السوق النموذجي. اذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر للاسف من هذا البث المباشر، ولنا عوده بعد قليل الى بث مباشر اخر. الى اللقاء.